طبعا هو إصرار، وطبعا هو استفزاز، وطبعا هو محاولة استغلال للحظة الناس فيها والشعب اللبناني بكافة أطياف المتعاطف مع القضية الفلسطينية وحاسس بحالة إحباط لأنه ما عم يقدر يكون بالشكل المطلوب، عم بيحاول يأثر بهذا المشهد، خصوصا أنه الإبادة لازالت مستمرة واليوم العدو الإسرائيلي عم بيهدد رفح وإلى ما هنالك. فيبدو أنه الجماعة الإسلامية لازالت بنفس المنطق وبنفس المقاربة عم بتحاول تفرض أمر واقع جديد على الساحة اللبنانية بإظهار مظاهر مسلحة أكبر وأوسع وإطلاق نار وحضور أكبر. فهذا لا يقرأ بالسياسة إلا من ناحية أنه نحن مصرون على هذا السلاح، لا بل يقرأ هذا العراضة العسكرية بمعنى إذا أنتم ما بدكم العراضة العسكرية أو نحن نعملها هالمرة هاي لحماية السلاح. وهذا إذا بدك بذكرني ب يعني مقاربة حزب الله السلاح يحمي السلاح، وهون نحن بدنا نجي نسأل نفسنا لوين نحن رايحين واللبنانيين، خصوصا انه نحن بعد ما عم نحكي باعمال الجنوب واللي عم بيصير، نحن عم نحكي اليوم في الداخل اللبناني وما حدث من بعد هذه العراضة العسكرية واطلاق النار من ضحايا ابرياء واصيب طفل. فاليوم نحن ما عم نحكي على يعني شغلة تفصيلية صغيرة، نحن عم نحكي على شيء يتنامى ويتعاظم، وبالنسبة لنا هذا مهدد الدولة فوق ما اليوم الدولة ضعيفة. نحن جايين تحت عنوان أنه المساواة في الخطأ هي عدالة، نحن نرفض هذا المنطق كليا، ونحن نقول لن نسمح بأنه يتحول هذا الظهور المسلح إذا بدك شيء سهل وشيء مستساغ معتاد عليه تماما بهذا الإطار، وسنبقى نقف ضده ونحذر منه، لأنه نحن لما بدنا نبني دولة ما فينا نقبل بظهور مسلح وأي سلاح خارج الدولة. نحن في عنا صحيح في كتير مجموعات اليوم نراها في الواقع السياسي اللبناني هي مسلحة، ولكن لن إذا نحن عم نحاول نعالج هذا الموضوع بالطريقة الحضارية وبطريقة الحوار وبطريقة الإصرار والثبات على موقفنا، ولكن بهذا الإطار كمان لن نسمح إنه هذا الموضوع يتمدد ويتوسع ويصير أمر مقبول وعادي. على سيرة بناء الدولة، في معلومة ذكرتها صحيفة نداء الوطن اليوم بتقول بأنه المسؤول كبير في الجماعة الإسلامية طلب من المسؤول العسكري في الشمال مواكبة دفن القياديين يوم الأحد بأعلى درجات الظهور المسلح، وقام الأخير بإبلاغ الجهات الأمنية الرسمية في المنطقة بأن الجماعة ستتعامل تعمد الظهور المسلح خلافا لقرارها السابق بالتشييع من دون مظاهر مسلحة. تحكي عن بناء الدولة وعم تحكي عن حركة سياسية تنسق مع الأجهزة الأمنية بمنطقة منطقة عكار، واللي دائما توصف بأنها خزان المؤسسات الأمنية أو الأجهزة الأمنية وتحديدا الجيش اللبناني. في تنسيق بينه وبين الدولة التي تقول بأنها ما بعرف إذا في تنسيق، يعني هذا بيتطلب موقف من القوى الأمنية وتوضيح حوالين حقيقة هذا الموضوع. بالنسبة لي اليوم الظهور المسلح في عكار تحديدا هو رسالة، لا شك. شو معناها أنه اليوم أنت تروح تعمل ظهور مسلح بتشيع شهداء في منطقة مثل ما تفضلت فيها اللي هي خزان الجيش اللبناني؟ شو يعني أنت تظهر بسلاحك أمام يمكن مجندين في الجيش اللبناني أو عسكر لابسين مدني بالجيش اللبناني؟ شو هالموقف اللي عم نحط فيه اليوم؟ وشو رأي القوى الأمنية؟ بالنسبة لي اليوم هيدا مطالبين اليوم القوى الأمنية بتوضيح إذا فعلا كان هيدا الموضوع صحيح أو لا، وإذا غير صحيح خليهم يخبروا اللبنانيين بكامل الشفافية شو صار تحديدا وليش هون. بس خلينا نقول إنه اليوم بالنسبة لي حتى لو لم يبلغوا الأجهزة الأمنية أو بلغوا، فيها تحدي حقيقة لمنطق الدولة الظهور المسلح في هذاك المكان، هو تحدي وإصرار منذ بداية التشيع اللي صار ببيروت والإقليم، واليوم عم يتكرر ويتكرس ويتوسع بإطلاق نار اليوم. فهذا الموضوع يعني واضح النهج اللي رايحين فيه، واضح المكابرة على الشعب اللبناني وعلى الدولة. وحتى لو طلعت اليوم الجماعة الإسلامية بيان، يعني صراحة ما بعرف كيف بدي أوصفه إلا بالنفاق السياسي، إنه اليوم تجي بتقول نفاق سياسي بتعتبره؟ نعم، لما بتجي بتقول نحن غير مسؤولين عن هذا الإطلاق
إطلاق النار وهي كانت عم تعمل العراضة وهي كانت حامل السلاح وعم بتكرس هذا الموضوع. فإذا هذه هي مسؤولية الجماعة تحديدا الإسلامية بإطلاق النار وسقوط ضحايا وسقوط جرحى من المدنيين بهذا المحل. ما فيها تتنصر اليوم الجماعة الإسلامية مسؤوليتها بهذا المكان أبدا. إذا تصف بيان الجماعة الإسلامية بأنه نفاق سياسي طبعا. كيف أنت اليوم بتنزل وبتحمل سلاح وبتقوس وبيسقط ضحايا بسبب العراضة العسكرية تاعتك وبتقول نحن نقف مع الدولة ونقف مع القانون ونحن ضد إطلاق النار؟ إذا أنت قادر تنظم سلاح فرجينا كيف قادر تنظم سلاح فعلا، ولا أنت اليوم فلتت العالم على السلاح وبتجي بدك تحمي حالك سياسيا بتقول أنا ما دخلني. هذا المقاربة المزدوجة غير مقبولة بتاتا، ونحن سنقف ضده ونظهره ونكشفه أمام الرأي العام. اليوم اللي بده يعمل عراضة عسكرية بده يتحمل مسؤوليتها أمام اللبنانيين ويكون قد هذه الشغلة، يتحمل مسؤوليتها أنه هو مش بس عم يعمل عراضة عسكرية، هو عم بيدمر الدولة وهو عم بيخاطر بحياة اللبنانيين.